يسعد اوقات الجميع وين ما كنتوا. انا بتشكركم على متابعتكم وعلى تعليقاتكم. اليوم انا في هذا الفيديو راح اتحدث عن موضوع ما سيرد في هذا الفيديو قد لا يعجب الكثيرين، وقد ينتقدون ما سيرد في هذا الفيديو من كلام، رغم انني سوف اتحدث عن وقائع وساتحدث عن حقائق وامثلة. الموضوع مرتبط بشكل مباشر بما يسمى بالعنصرية او بالالمانية راسيسموس. طبعا العنصرية التي يعني يرفضها الكثيرين، ونحن نرفض العنصرية. يريدني سؤال دائما من قبل الكثير من اللاجئين وخصوصا السوريين والعراقيين عن عنصرية بعض الألمان ونظرتهم السلبية تجاه اللاجئين. يعني ما هو سبب، ما هي دوافع هؤلاء، ما هي أسباب هؤلاء لأن ينظروا لنا نظرة عنصرية، رغم أنه نحن العرب يعني آخر من يتحدث عن العنصرية، ويعني آخر من ينتقد العنصرية، لأننا يعني أثبتنا للعالم أجمع بأننا عنصريين أكثر من هؤلاء، أكثر من هؤلاء الذين نصفهم بالعنصريين والنازيين وإلى ما هنالك. والأمر يعني لا يحتاج إلى براهين وإلى أدلة وإلى تعب شديد. يعني انظروا إلى واقع بلادنا، واقع بلادنا اللي أحد أسباب هذا الواقع هو عنصريتنا، كرهنا لبعض، حقدنا على بعض. ادخلوا إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتفرجوا العنصرية على أصولها، شوفوا كيل السب والشتائم والاتهامات المتبادلة من هنا ومن هناك، ومن تكفير الآخر، ومن اتهامات يعني لا حصر لها، فقط لأنه الآخر يعني يختلف معه بالرأي، أو يختلف معه بالدين أو بالطائفة أو بالتوجه السياسي أو بالرأي الديني أو التوجه الديني. يعني كما قلت، يعني نحن آخر من يتحدث عن العنصرية. على كل حال، سأحاول من خلال هذا الفيديو أن أجيب على سؤال: لماذا بعض الألمان هم عنصريون تجاه اللاجئين؟ في الحقيقة يعني بعض الألمان، صحيح، لأنه ليس كل الألمان، أو ليس كل الألمان هم عنصريون، وليس كل الألمان هم ضد وجود اللاجئين أو ضد وجود الأجانب. هناك ألمان يعني طيبين، وهناك ألمان يعني متعايشين مع هؤلاء الأجانب منذ سنوات طويلة وطويلة جدا، والأمثلة كثيرة، يعني من خلال تقديم المساعدات، ومن خلال يعني تقديم التبرعات والعمل التطوعي مع اللاجئين منذ سنوات، يعني منذ بداية موجة اللجوء. لكن بالمقابل لا يخلو الأمر، وهو شيء موجود في كل المجتمعات، لأشخاص هم يعني إذا صح القول هم عنصريون أو هم ضد وجود اللاجئين في بلادهم لأسباب. والأسباب هذه يعني راح أتحدث عنها أنا، هي من خلال جلوسي مع كثير من هؤلاء الأشخاص، من خلال التعرف على رأيهم، ومن خلال التعرف على وجهة نظرهم، والوصول إلى نتيجة بشكل غير مباشر حول أسباب عنصرية هؤلاء تجاه اللاجئين. منذ بداية موجة اللجوء، وقبل بداية موجة اللجوء، صور الإعلام الألماني ووصلت صورة إلى الشارع الألماني والرأي العام الألماني على أن اللاجئ هو شخص مسكين، شخص لا يملك النقود، شخص هدمت منازله وبيوته وأملاكه، وهرب من الحرب ومن ويلات الحرب طلباً للجوء وطلباً للأمان وللمأوى وللطعام، وهذا شيء طبيعي وهي أساسيات الحياة. بالمنطق وفي الواقع ويعني في كل أدبيات اللجوء، اللاجئ عندهم ومن وجهة نظرهم، وكما قلت في أدبيات اللجوء وفي تاريخ اللجوء، أن اللاجئ هو شخص يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى مصروف يكفي حياته، ويحتاج إلى الأمن، وهذا ما وفرته الحكومة الألمانية للاجئين بغض النظر عن السلبيات الأخرى التي كانت تجاه اللاجئين. عندما جاء كثير من اللاجئين إلى هذه البلاد، وبعد الصورة اللي اترسخت في ذهن الألمان أو المواطن الألماني، جاء اللاجئ. طبعا نحن بنعرف، نحن
على المستوى الشخصي وعلى مستوى مجتمعاتنا، بنعرف انه كثير من الاشخاص جاءوا الى المانيا طلبا للجوء، لكن يحملون معهم مصروفهم، بيحملوا معهم موبايلاتهم اللي كانوا شارينا في سوريا او في العراق او في اماكن اخرى، حاملين معهم ايباداتهم، حاملين معهم كثير من الامور، حتى يعني جايين نساء مثلا لابسين يعني لابسين ذهباتهم، جايبين معهم ذهباتهم اللي اخذوها معهم. شيء طبيعي، نحن بنعرف هذا الشيء، وهذا الشيء طبعا حق لكل الناس لأنه هي أملاكهم الشخصية، لكن الألماني ما بيعرف هذا الشيء. جاء اللاجئين، وأنا طبعا في هذا الفيديو لا أتحدث عن كل اللاجئين، إنما أتحدث عن فئة لا بأس فيها، جاءوا وبلشوا يظهروا ما لديهم، يعني بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، موبايلات آخر موديل، آيباد آخر موديل، ذهب من هون لهون، نقود بآلاف اليوروات، 10,000 يورو، 20,000 يورو، 40,000 يورو، ويعني صار الألمان يلمسوا هذا الشيء. حتى بعض موظفين الدوائر الحكومية أو حتى بعض موظفين المنظمات الأهلية والإنسانية يلي كانوا نحن بيشتغلوا معنا كانوا ينظروا إلى هذا الموضوع وبيقولوا، يعني بتساءلوا إنه الموبايل اللي معهم أنا لا أستطيع أن أحمل مثله، الآيباد اللي معهم أنا لا أستطيع أن أحمل مثله. طبعا أنا يعني حابب أحكي شغلة عن الألمان بشكل عام، طبعا ليس كل الألمان، إنه الألمان عينه ضيقة، يعني مو بس نحن عيننا ضيقة، أيضا الألمان عينه ضيقة، يعني لما بشوف أنت أحسن منه بشيء فبينظر لك نظرة، إنه يعني نظرة حسد، إنه هذا عنده شيء أحسن مني، فخصوصا يعني فما بالك إذا أنت كنت من غير مجتمع جاي لعنده وعم تتقاضى مساعدات اجتماعية وعم بتوفر لك مساعدات في كل المجالات، فشوف كيف بده ينظر لك. معناتها طبعا هنا بينظروا لبعض نظرة الحسد هاي، فصاروا ينظروا انه يا اخي تنزل على الشارع، بتنزل على المطاعم، بتلاقي المطاعم متروسة ترس، كلها ناس سوريين وعراقيين وعرب يأكلون ويشربون وعم بيأرجلوا و إلى آخره. طبعا بالنسبة لنا، بنرجع لموضوعنا، بالنسبة لنا هذا الشيء طبيعي، يعني نموت من الجوع مثلا، أو يعني نحن جايين شحادين لعندكم يعني مثلا ما معنا مصاري، لكن الصورة عند الألماني غير. الصورة عند الألماني إنه هذا الزلمة عم بياخذ هاي المساعدات لأنه ما معه مصاري، بس لحتى يسد يعني حاجاته الأساسية. فتولدت عند الألمان يعني خلينا نقول ردة فعل، انه هذا الشخص اللي انتوا عم تقولوا، اللي انتوا حكيتوا في الاعلام انه هو لاجئ مسكين ويعني ما معه ياكل، فعم نشوف هو عم بيعيش احسن مننا، حياته على مستوى اللبس وعلى مستوى الطلعات وعلى مستوى طلعات الشوي، المشاوي طبعا حدث ولا حرج، يعني بالصيف بتلاقي الحدائق مزروعة بالشباب، أراجيل ومشاوي، ويعني الكل يعني الكل اللي متواجد في ألمانيا وفي أوروبا بيعرف هذا الشيء. الألماني كما قلت، الألماني ما بيعرف، الألماني الصورة اللي وصلته غير الشيء اللي عم بيشوفه. فتولدت ردة فعل عند الألماني إنه صار يعني ينقص لما يشوف هذا الشخص، كان يفكره هو الإنسان المسكين اللي ما معه ياكل واللي ما معه يعني يلبس واللي ما معه، هيك كانت الصورة وصلانة لألون. شاف شيء غير تماما عن اللي تصور له عبر الإعلام، فبلشت تتولد هاي حالة، خلينا نقول يعني إذا صح القول إنه كره تجاه هؤلاء. طبعا نحن بالنسبة لألون، وهي حقيقة، نحن غرباء، يعني نحن جايين من ثقافة تانية وجايين من لغة تانية ومن عقلية تانية، و كل شيء مختلف وكل شيء جديد عنهم. يعني في كثير ناس فكرونا نحن مخلوقات فضائيه، يعني فكروا اللاجئين انهم مخلوقات فضائيه جايين من كثر ما صور الاعلام الالماني وبالغ في تصوير اللاجئ وكانه هو انسان او مخلوق فضائي جاي من الفضاء، مو جاي من مدينه، من حضاره، من دوله يعني كانت متحضره، يعني لا نستطيع ان اقول بانه سوريا كانت دوله متخلفه على مستوى كيف كنا عايشين وعلى مستوى كيف كنا ناكل وكيف كنا نلبس. يعني حتى انه كثير من الالمان بيسالوا، يعني مثل هالايام ايام اعياد الميلاد بيسالوا انه انتم كمان هيك بتحتفلوا في سوريا، كنتوا انتم بتركبوا شجره مثلا، انتم بتزينوا، يعني
انتوا بتعرفوا عيد الميلاد؟ انتوا عندكم احتفالات؟ عندكم اسواق عيد الميلاد ما يسمى الفاينخس ماركت في المانيا؟ لا والله انا عايشين بالخيام. كتير من الالمان ما بيعرف كان شيء عن سوريا ابدا، يعني قبل هاي موجه الحرب، الله صار الحمد لله بيعرف حلب وبيعرف درعا وبيعرف دير الزور وبيعرف ادلب. قبل ما كان بيعرفوا الا طبعا الناس المثقفين الاكاديميين اللي كانوا يعني على اطلاع، والناس اللي كانت تطلع الى سوريا للسياحه. فهي احدى الاسباب. السبب الاخر، الالمان الذين يعملون، يعني في اشخاص هون طبعا الالمان ناس تعمل، اخرين قاعدين على الجوب سنتر، ما بحبوا يشتغلوا، ما بحبوا يعملوا. الناس اللي بتشتغل، متوسط دخل الفرد هون، يعني الفرد الالماني وغير الالماني العادي اللي ما معه مؤهلات، يعني اللي ما معه شهادات جامعيه والى ما هنالك، يعني بيتراوح بين 1200 و 1500 يورو طبعا. بيجي هذا العامل اللي بيطلع من 6 الصبح بيرجع الساعة 5 المساء، بيشتغل مشان يتقاضى آخر الشهر هذا المبلغ، بيطلع بيلاقي كثير من اللاجئين ما بيشتغلوا، وفي ناس ما بدها تشتغل، قاعدين. إذا جاي هو وعيلته، رجال ومرته ومعهم يعني بالميتة 3 أولاد، عم بيتقاضى له تقريبا يعني إذا قلنا شيء 2000 يورو، وبندفع له آجار البيت، وبندفع له الطبابة أو التأمين الصحي أو الضمان الصحي، وبندفع له ضرائب أخرى. في هون بألمانيا شيء اسمه ضريبة التلفزيون أو ضريبة الراديو، بيندفع له كل شيء. هو قاعد ومقضيه مطاعم وأراجيل وروحات ومشاوي وأسواق، وهذا الألماني بيطلع بيقول أنا عم بشتغل كل هذا الشغل مشان أتقاضى آخر الشهر هذا المبلغ، وإذا بدي أروح على البنك أسحب قرض ما بيعطوني قرض. بيقول لك هاي بلدي وهذا إنسان غريب وهذا واقع. يعني أنا في هذا الفيديو كما قلت حابب أنقل واقع، حابب أنقل صورة، حابب أحاول أجيب على هذا التساؤل، ليش بعض الألمان عنصريين؟ طيب يعني في لهم مبرراتهم. يعني نحن أنا بصراحة يعني في مراحل صرت أحط حالي مكان الألمان وأقول شخص غريب جاي على بلدي. يعني أنتوا إذا حطيتوا نفسكم مكان الألماني بسوريا خلينا نقول، وجاء غرباء لعندكم من كل دول العالم، ناس قاعدة عم تاكل وبتشرب وبتطلع وبتتمشى وبتتسوق ومو ناقصة شيء، وانت السوري عم تروح بتشتغل من الصبح للمساء مشان تأمن مصروف حياتك، يعني حاجياتك الأساسية، تمام، وما عم بيصح لك اللي عم بيصح له لهذا الغريب وهي بلدك. فراح يتولد بشكل تلقائي حالة من الكره تجاه هذا الغريب. المشكلة انه كثير من الأشخاص لنقل من اللاجئين ومن السوريين والعراقيين والعرب يعني اللي جاءوا لهون، عم بيورجوا صورة سيئة وصورة سلبية عن، يعني عم بيعكسوا صورة سلبية عن مجتمعهم. وفي ناس عم بتسيء لناس، يعني بالمقابل في أشخاص سوريين وعراقيين ولاجئين يعملون ومتفوقين ومبدعين في كثير من المجالات، إن كان في مجال يعني الفن، وان كان في مجال العمل، وان كان في مجال الدراسة. كثير من الاشخاص اجت لهون وابدعت وحققت شيء كثير كبير، يعني وانا احييها على هذا الشيء. بيعكسوا صورة حلوة عن السوريين، بيعكسوا صورة حلوة عن العراقيين، عن العرب، عن الناس اللاجئين اللي جاؤوا الى هاي البلاد. لكن على الطرف الاخر في ناس سيئين، في ناس سلبيين. والمشكلة هون عند الالمان عندهم قضية التعميم، يعني لما بشوف شخص سيء سوري بيقول لك كل السوريين سيئين، لما بشوف شخص يعني يطلق عليه مثلا لاجئ صار يشوف كل اللاجئين سيئين. فهي المشكلة، هذا يعني بعض الأسباب وأهم الأسباب اللي بتخلي الألماني يكون كما يقال عنصري تجاه هذا الغريب اللي يعني يسمونه لاجئ. على كل حال يعني الموضوع يطول، لكن حبيت أنا أختصر قدر الإمكان ووصل الصورة اللي كانت لدى الألمان عن اللاجئين والصورة اللي شافوها
بعد قدوم اللاجئين طبعا. وكما قلت وأؤكد على هذه النقطة في نهاية هذا الفيديو، وقد أكدت عليها في بداية هذا الفيديو، أنا لا أتحدث عن الجميع إنما أتحدث عن فئة لا بأس فيها. هذه الفئة هي مؤثرة في عكس صورة عن كل اللاجئين للأسف عند الألمان. أحييكم، إن شاء الله نلتقي بفيديوهات تانية بموضوعات تانية، يعني إن شاء الله تستفيدوا من هذه الفيديوهات، وألقاكم على خير إن شاء الله.